عالقفيش صورتي وصورتكم ما فيش بردكم بتموت قبل ما بتكتبوا هالركسات انا بتعيش اجهز يقضي التلطيش انا عاشور الناقي يا شوية حرفيش للفعل رد فعله صاحب الفعل هو البابي يعني ياريت يستحمل فعله او بالبلدي شي خراه اصلي مش هشيل وراه رقبي في المزيكا كانوا تزيني زي فو بونش باربي يوقع كان بونش مني في براتي انا اللي ضربه كلكم في سبقتك كاتب وانا دايجز عليكم جنبه ما اكتفتش لا لسه هكمل باقي القصة انا المينا اللي عندي تيجي المزيكا ترسخ خفيف مفرقعات احسن نبرة في الاصوات الاهتراك انا اللي مسمع تعرف فرق في القدرات فرق في البيوهات فرق في الاداء على استجاد حتى فرق في الباكات لو يكون الباك اهات في القزارة قذر قذر مين قدامك حظر فزر انا مش فاهمك فزر فزر اشتب اكره اكتر اكتر مش هتطول قصر قصر لو نسيني فكر فكر عايز فين قرر قرر فشخ السين نفر نفر مبروك عليكم انا جاي اعدل للتنة ما بحبش فيكم الحب فيكم بكره النفس انا بشوف فيكم المسكنة لما ابدا المعجنة بس انا عازبكم محروقين محطوط عليكم في سنة بس بلس كلين بس كلين مش بشتم وانا سب دي معروف تماني انتو مين واخدين خازوق معتبر اقرا الخبر شوف كاميرا بس سبب بيته قاعد كام ام سي انتحر ابن ناس بس في التراك بسوق الميكروباص فالاساس اللي فاكر نفسه ارض انا الفاس كلمه اسمعها مني حكمه خدها من استاذ ما تحدفش الناس بالطوب طول ما بيتك من ازاز مسا مسا برمي التحية وكده داخل المكان بفيسبوك طب انا داخله باكس الستة انا وانت المي اكتبتنا ونشوف فرق القدرات من طريقتك وطريقتك ايه التغيير زيك بالصحاب والحتة دلوقتي بقت ايه وانت ايه يا حياتها الفرق واضح تشهد المسارح والفيوز عملت اللي معملوه سيدك انت بالفلوس الجلس يجوز لما يكون في دافع لكن لما ببقى رايق احب اصدر المدافع قالوا لاسع قلت مش سامع قلت هحاول قالوا مش نافع فتعال اخده مرتاح تحت ليلك واستنى لسه التراك طويل يا ما هديلك فلقني وبكى سبق واشتكى عفريت مدرسة ترمي زي ترجمة معلم عالكبير والتخين اديته بدايتي مش هجيبها بدايتي مطرح ما انتهيته على حجر جيته خدته وتهريته حاطط على اي حد قدام عيلته تحت بيته ولا حل ما تبقاش زل ما تعملش مازنجر وانت بتكسر في فل هل على هل كتر الاباترل خلى الناس منك تقل استرجل واشرب برل انا ضلك مش هضلك هزيدك مش هقلك اسأل مش هتغلب الف مين يدلك ها جنجنا لوكا ماذا جنجنا في تراك واحد سميها ملحمة تعالوا السكة اللي بتدوروا وتلفوا هتفضلوا عالدكة اشوط وانتوا تهتفوا هتفضلوا تقلدوا انا ارسم وانتوا تشكوا لو عيلتوا عليا على قبر تعالوا تفوا يا هلا والله بالاشكال الضلة عايزينها حرب حاضر طب يلا مالكوش مكان ما بينا بينا وبين كسور خدنا عدى المزيكا سعيكم مشكور يا شوية كسور انا عدد صحيح كلامي عالبيت ده بيسيح وانت ميح يا رب زيح هكون صريح حسين في جيبي جنب الموبايل والمفاتيح اختلاف في كل حاجة بنقدمها التورتة دي بتاعتنا واحنا اللي بنقسمها بحاسب لنفضك اثبت لاثبتك عامل ياباني ليه ايوه اقصدك ايوه دي بالتصريح بالتقصيد يا عبيط عمال تليط وتزيد عمال تعيد وتزيد عشان ما تعلى وتعلى وتعلى لازم تطاطي وانا ما تطيتش بس عليد طول عمر الحال ماشي عالقد كنت فين حاولت تساعدني لا بجد كبرت عرفت هدفي الحيل اتشد كنت بأزمة ودلوقتي مش محتاج حد فضلت مآمن ان الايام الحلوة جاية والحاجة اللي عاوزها يضيع يجيبها في ايديا بشوف نجاح نفسي بنفسي ما بص في المراية نجحت بفضل ربي محدش له فضل عليا كياني بس بيته نفسكوا فرصة تهجموا يلا ابتدوا وانا مني ليكوا ريدي استيدي جو بتحضر العفريت خد انا جيت اهو ابتدينا بالسلام والنتيجة اتعدينا مننا فينا محدش كان جنبنا وخد بايدينا جينا اتلمينا علينا بعضينا فمع بعضينا علينا اشتم هاجم فينا اشطم علينا